بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا رافعين بجد وحماسة راياتك رايات الإسلام، آمين يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ شوف شوف، رحمة ربي دائما تلقاها موجودة في الآيات كلها. أفلا يتدبرون القرآن؟ اللي مضى قبل الآية اللي كنا معها، مضى من نزول القرآن ككل ما كفاكمش، زيدوا ثبتوا. أفلا يتدبرون؟ ما عندكمش ملكات خليكم تدبروا القرآن على حقيقته باش تكشفوا بعض حقائق، واللي هو من كلام الرحمن، وهو ختام رسالات السماء، رسالة المولى المنان سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله، من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعلك يجي تشوف تولستوي، وما أدراك ما تولستوي، ناس معجبين به لأنه حمقى. هل طلعتم على خصاله اللي بيتها ما خلاش تفوح من رائحة الكريهة؟ عرفتوه اللي مانيبيلاتور، مانيبيلاتور بيرفير نارسيسي، خاصة مع زوجته. زوجته ربما أكرمته وثقت به وأكرمته طيلة صحبتها له، هو يعتبرها لا كونترميز، هي ليست لها الآلية باش توحيله ببعض الشيء يكتبها ويدعي نفسه وينسى هي كانت سبب الإيحاء هذاك. الكلمة كتولستوي من خبثه، كونه كان معناه يميل إلى التشاؤم أكثر من التفاؤل، ربما كانش عنده حتى تفاؤل. كان من سحت رقعته وسوء اختياره، معناه ما عاش يطيق مرته في آخر عمره، وقت اللي هو وقتها بحاجة إلى أن تواصل برها له. هو قال ما نحبش الريحة نتاعها، ما نحبش منظرها، يعني معناه إنسان ما رادش الخير نفسه عن طريق امرأة ربما مازالت مبهورة بيه رغم تقدم سن، وتحب تخدمه، تحب ترضيه، فإذا بيه حرم روحه حتى من الدنيا. يعني متاخد تولستوي، واللي تولى كل قانون الكرب تولستوي فعل، وعملوا له فيلم كذا، ولما جري يا ناس، يا ناس الزيونة من التقريض، ويزيونة من إثبات ما لا يمكن إثباته، إثبتوا ما أراد الله لكم به من خير في القرآن، قولوا هذا كلام الله ولا نحيد عنه قيد أمولة أو قيد أنغستروم ولا ما دون ذلك، هذا خير لكم إن كنتم من غير أهل اللؤم والخرف والخسارة في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة.